ناس كتير بتحتاج تاخد قرض بس بيكون عبء بالنسبة لها بسبب التعقيدات والشروط من البنوك، لكن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة حط تسهيلات للشباب علشان ياخدوا قرض يكبروا بيه مشروعهم أو يبدأوا مشروع من الصفر. فكرة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي تنمية وتشجيع العمل الحر وزيادة الأعمال لتنمية فكر العمل الحر والزيادة، ويكون عندهم كمان فرصة لبدء عمل حر وتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع. في الفيديو ده هنقول لحضراتكم كل التفاصيل، فتابعونا. بسبب إقبال شريحة كبيرة جدا من الشباب على القروض المقدمة من جهاز تنمية المشروعات واهتمامهم بكل التفاصيل خطوة بخطوة، هنقول لكم ازاي تقدروا تاخدوا قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايه الشروط اللازمة. متاح الحصول على القرض لحد 15 مليون جنيه للمشروع الواحد بنظام الإقراض المباشر من مكتب الجهاز الإقليمي المنتشر في كل أنحاء الجمهورية. الإقراض بيتم من خلال البنوك العاملة مع الجهاز، وهم بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، بنك البركة، المصرف المتحد، وبنك عودة. أما بالنسبة للشروط الموافقة على القروض، هي أن عمر المتقدم ما يقلش عن 21 سنة، بيعرف يقرأ ويكتب، يكون المتقدم صاحب سمعة طيبة، ما يكونش متعثر في سداد أي قرض من البنوك أو أي جهة تانية، يكون كامل الأهلية وتم تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل منها، يكون المتقدم متفرغ للمشروع اللي ناوي يفتحه، كمان يكون عنوان السكن ومكان المشروع في نفس المحافظة، لازم ما يزيدش عدد العمال في المشروع عن 5 أفراد. بالنسبة للأوراق المطلوبة، مستخرج حديث من السجل التجاري ممرش على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز، صورة من البطاقة الضريبية، عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط موثق من الشهر العقاري ومتسجل بالتاريخ، مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض، إيصال مرافق لمقر إقامة العميل، صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد، استيفاء إقرار من المقترض يفيد عدم التوظف، وكذلك عدم وجود مستحقات ضريبية، تقديم كمان دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع. من المهم جدا أن فكرة المشروع تكون متميزة بحيث أنك تقدر تقتحم السوق بفكرة جديدة، وده هيخلي ليك الأولوية ان انت تاخد القرض، وكمان فترة تنفيذ المشروع، وممكن كمان في البداية رأس مال يكون دعم مادي من اهلك او اصحابك، او انك كمان تنفذ من البيت في الاول علشان تحقق نجاح مادي حتى لو بسيط، وتتخطى كمان التحدي الاول والاصعب، فبالتالي تقدر ان انت تقنع الممول بسهولة بفكرتك على الارض الواقع، وبالتالي تكبر مشروعك. اخيرا اهم عامل هو المحافظة على المشروع بعد التمويل، والخطوة دي من اهم عوامل تطوير المشروع ونجاحه واستمراره على ارض الواقع، وانك تسعى كمان لتسويقه بطريقة مثالية.